خلوني الأول أكلمكم عن الجو. وزي ما أنتوا شايفين الهواء رهيب، الهواء رائع. إحنا دلوقتي يعني الساعة تقريبا إيه 4:30 بعد الظهر، والهواء إحنا جايين من القاهرة، القاهرة درجة الحرارة 45 مثلا. أنا هنا بكلمكم على جو رائع. أيوة في شوية رطوبة كعادة الساحل الشمالي، لكن الجو رائع، الجو جميل. ده غير إن إحنا على أحلى بحر في العالم. ولما بقول أحلى بحر في العالم، أي حد بيسافر إلى شمال يعني البحر المتوسط عارف إنه هذا المكان وهذا الساحل هو أجمل شواطئ الدنيا. الرمل، درجة حرارة المياه، الجو، هذا يعني منطقة الساحل الشمالي بدون منازع هي أجمل شواطئ الدنيا. لما كنا هنا من 3 سنين الحقيقة شفنا التطور، وكنا بنرصد التطور في هذا المخطط للمدينة المليونية اللي متوقع انها يعني يسكن فيها 1.5 مليون مواطن. وكنا بنشوف تطور البناء والأبراج والمناطق كلها. النهاردة وبعد 3 سنين الانطباع الأول لدى أي حد بيدخل المدينة أن الحياة قد دبت فيها. طبعا جزء كبير يعود للسياحة، لأنه الفنادق العالمية اشتغلت، ولأنه السياح ابتدوا ييجوا ويملوا بعض الشواطئ، ولأنه أيضا تقريبا معظم المنشآت قد اكتملت في العالمين. طبعا جزء مهم جدا من جذب السياحة هنا في العالمين هو مهرجان العالمين اللي أصبح سنوي، والسنة دي خلاص افتتح الموسم الثاني له بباقة من أكبر نجوم العالم العربي، واللي بيجيله زوار كثر سواء في الأنشطة الصباحية الرياضية أو طبعا في المهرجانات المسائية.